استقبل الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بمقر الرئاسة الصحراوية أعضاء البرلمان الجزائري بغرفتيه المشاركين في أشغال الندوة العربية الثانية، وكذا احتفالات الشعب الصحراوي بخمسينية إعلان جبهة البوليساريو وإعلان الكفاح المسلح. وقد اطلع السيد الرئيس الوفد على آخر تطورات القضية الصحراوية، بما أكد الوفد على تضامنه المطلق مع الشعب الصحراوي واستمراره في دعمه حتى الحرية والاستقلال. محمد الجرب رصد التالي. نحن هنا لنؤكد عن دعمنا التام للقضية الصحراوية، ونجدد موقف الجزائر الثابت الداعي لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كل أراضيه أو على كامل أراضيه عفوا وفقا للقدرات الأممية. الجزائر دعمها للقضية الصحراوية العادلة، ومنها حق الشعب الصحراوي الذي غير قابل للتصرف ولا المساومة، وأيضا هذا كما تنص عليه المواثيق الدولية وأيضا الشرعية الدولية.